السلام عليكم. وحولت طرفي إلى المشرق فلم أرى غير جبال الغيوم، تحول على بدره المشرق كما اجتمعت حول نفسي الغموم، فأسندت رأسي إلى مرفقي وقلت وقد غلبتني الهموم، بربك أيتها الأنجم متى تضع الحرب أوزارها، كما يقتل الطير في الجنة ويقتنص الظبي في السبسب، كذلك يجنى على أمتي بلا سبب وبلا موجب، فحتى ما تؤخذ بالقوة ويقتص منها ولم تذنبي، وكم تستكين وتستسلم وقد بلغ السيل زنارها. أرى الليث يدفع عن غيظته بأنيابه وبأظفاره، ويجتمع النمل في قريته إذا خشي الغدر من جاره، ويخشى الهزار على وكنته فيدفع عنها بمنقاره، فلا الكاسرات ولا الضيغم ولا الشاة تمدح جزارها. عجبت من الضاحك اللاعب وأهلوه بين القنا والسيوف، يبيتون في وجل ناصب فأن أصبحوا لجأوا للكهوف، وممن يصفق للضارب وأحبابه يجرعون الحتوف، متى يذكر الوطن النوم كما تذكر الطير أوكارها. هكذا يئن إيليا أبو ماضي وطنه ويبكي غربته، وهكذا نحن اجتمعنا الليلة نناغم وطنا قديما ونسامر وطنا جديدا على مائدة من التراث والأدب والفن والثقافة والذاكرة، لنؤكد امتدادنا الثقافي لأوطاننا وأهلينا الناطقين العربية والمنتمين للعروبة في مشارق الأرض ومغاربها، ونفتح نوافذ مستقبلنا بنفح من الماضي الأصيل والحاضر الفاعل المستطيل. سلام الفن والثقافة منكم وإليكم. نرحب بكم في لقاء جديد للمنتدى الثقافي في دير بنطق، تقدمة المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، المركز الذي أسس ليعمل على تحفيز المشهد الفني والثقافي العربي الأمريكي في مجتمعاتنا العربية الأمريكية. يقدم المركز اليوم نشاطين أساسيين: المنتدى الثقافي في ديربون الذي هو في أول يوم أربعاء من كل شهر في مسرح المتحف، والنشاط الثاني هو منبر ديربون المفتوح، وهو منتدى ثقافي في اللغة الإنجليزية في ثالث أربعاء من كل شهر في تمام السابعة أيضا في قاعة مكتبة المتحف العربي الأمريكي. نسعى من خلال هذين النشاطين على إبراز الطاقات الثقافية والإبداعية والأدبية والفنية في الجالية العربية الأمريكية، وطرح مواضيع وفتح حوارات تسهم في تقديم أو تقدم المجتمع العربي الأمريكي وازدهاره وسلامته. ومن خلالهما ومن خلال البرامج المستقبلية التي سوف يقدمها المركز، نؤكد على ارتباطنا بهويتنا العربية واعتزازنا بها واتصالنا بقضايانا العربية وقضايا أمتنا الممتدة من الجاليات العربية غرباً إلى الوطن العربي شرقاً. نود أن ندعو جميع الراغبين في الاشتراك بدعم المسيرة الثقافية للمركز للدخول في المركز والحصول على العضوية فيه عن طريق ملء الاستمارة الإلكترونية للمزيد من المعلومات على الطاولة في الخلف. جميع ما تقدم من خلال هذا المنبر منذ اللقاء الأول في تاريخ 12 إبريل نيسان لعام 2017 ميلادي مسجل ومنشور على موقع dearbornblog.com، الذي نشكره لمساهمته التأسيسية في الأصل ثم لتغطيته الإعلامية المجانية والمثابرة المنتظمة إلى يومنا هذا. ونريد أن نشكر بالطبع المتحف العربي الأمريكي على التعاون مع المركز ودعمه وتبني العمل الثقافي العربي الأمريكي بشكل عام في الجالية، وتسهيل استخدام مرافق المتحف لخدمة مشروعنا الثقافي المشترك، وهو أيضا بحاجة إلى دعمكم، وذلك عن طريق اشتراك سنوي رمزي في المتحف نشجعكم عليه. إن لقاءنا اليوم لقاء خاص وفريد من نوعه، وذلك لسببين. السبب الأول أننا نحتفل للمرة الأولى بإعلان شهر نيسان شهراً للتراث العربي الأمريكي الوطني. هذا التعيين الذي بدأ ذكره في التسعينات
ولكن بسبب جهد بعض الجهات العربية الأمريكية خاصة في واشنطن العاصمة، قدمت النائبة ديبي دينجل مشروع إقراره إلى الكونغرس الأمريكي مؤخراً، وتم تبنيه على مستويات المدن في أكثر من 100 مدينة أمريكية، منها مدينة ديربون، حيث أعلن عمدة المدينة جون بي أورايلي جونيور بدعم مجلس البلدية شهر أبريل نيسان شهر التراث العربي الأمريكي في ديربون، وهو إعلان لتعزيز الإسهامات الكبيرة التي يقدمها العرب الأمريكيون للمجتمع. قال عمدة المدينة أورايلي: يعطينا هذا الشهر فرصة للتركيز على إنجازات ومساهمات العرب الأمريكيين، ونظراً لأننا على دراية بالثقافة العربية الأمريكية في ديربون، يمكننا أيضاً أن نكون سفراء لبناء وعي إيجابي خارج حدود مدينتنا. والسبب الثاني هو لأن لدينا باقة فاخرة من ضيوف الشرف على مائدة الثقافة اليوم، سوف نقدمهم لكم بفخر وتطوق. إن التراث هو مجموعة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافية المادية والفنون التشكيلية والموسيقية التي تنتقل من جيل إلى جيل، وعلى هذه جميعها تقوم الأمم وتبنى الدول وتترعرع المجتمعات. فنحن إذ نحافظ ونحيي ونجدد التراث العربي، طبعا هذه مقدمة لكلمة الأستاذ نبيل الشعار، إنما نحافظ ونحيي ونجدد أنفسنا، إذ لا انفصام بين شخصيتنا العربية الأمريكية وتراثنا العربي، ولو حدث هذا الانفصام فلا نكاد أن نكون عربا أمريكيين، بل تنصهر العروبة وننصهر نحن معها على حد التعبير الأمريكي، لنصبح أمريكيين فقط. ولكن هل هناك أمريكيون فقط؟ كلا. هل هناك هوية أمريكية بحتة؟ كلا. أليس أقدم الأمريكيين المهاجرين لهذه القارة قد حملوا معهم تراثهم الأوروبي أو الديني أو الاثنين معا، وانتسبوا له إما عرقا أو وطنية أو دينا؟ فالانصهار عن العروبة لدى العربي في بلاد الغرب هو في الحقيقة نكران للذات والتفاف على المشاعر والأحاسيس، وقد يكون تآمرا على الطبيعة والثقافة وحتى الجينات. ولنفترض أن هناك ما هو أمريكي بحت، فيبقى السؤال هنا الذي لن أجيب عليه لأنه لا يملك شخصاً واحداً الإجابة عنه، هو: ما الضرر والخطر الكامن في الانصهار الكامل؟ ما هي الخسارة التي نتجنبها دائماً من الانصهار الكامل؟ وما الذي نتوخاه من عدم الانصهار ومن إحياء التراث فينا وتجديده لنصوغ تراثاً عربياً حياً متجدداً؟ أتمنى أن نجيب على هذه الأسئلة من على هذا المنبر في الأشهر والسنين المقبلة، ولعل جزء من الإجابة سوف تكون في كلمة الأستاذ نبيل الشعار تحت عنوان أبعاد الاغتراب الجغرافي والاغتراب العقلي. الأستاذ نبيل الشعار مهندس، ولد في مدينة دمشق ودرس كما درس علوم اللغة العربية وعلم الكلام في مساجد دمشق وباحاتها، ودرس الفلسفة وعلم النفس في جامعة الإسكندرية، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1983 ميلادي، ترجم كتابين إلى العربية حول موضوع اللاعنف، نال شهادة البكالوريوس في هندسة التكنولوجيا والماجستير في علم الكمبيوتر من جامعتي فلوريدا وتينيسي، درس اللغة العربية للطلاب الأجانب في المراكز الثقافية وفي جامعة وسط تينيسي، أدار نشاطات توعوية وتثقيفية تهتم ببناء العقل النقدي، وما زال يطلب العلم وينشره حتى اليوم. عرفته منذ كنت شاباً في ديربون بمنطقه السليم وأدبه الراقي وأخلاقه المرهفة وكلمته الواعية، وكان يحفنا كشباب برفق وحكمة حتى يرفع من حكمتنا ويسري النصيحة فينا كالندى على وجه الصباح، من غير تعنت أو إنقاص في حيويتنا لإدارة الأمور والاندفاع بحماس. أستقبل الأستاذ نبيل الشعار ببضعة أبيات لنزار قباني حول دمشق: للياسمين حقول في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف أنسى وعطر الهيل فواح، هذا مكان أبي المعتز منتظر، ووجه فائزة حلو ولماح، هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي، فكيف أوضح
هل في العشق إيضاح مع الأستاذ نبيل الشعار؟